وهران. مساعد يا ريت يبعث لي قسنطينه لانه مذكوره هنا ولكن مش موجود الصوره نتاعها. ثم كانت هذه في بجايه. هي الأحراب جاية. وكان هذا في صيف. تبون مزورة مزورة. حيا الله حراس طيف. فقط ندير هنا ملاحظة اخواني، راهو مش معناها كل المظاهرات والاحتجاجات نقدموها هنا، لانها احيانا ما تصلناش في الوقت للمساعد، واحيانا ايضا الوقت ما يسمحش ان نظهروا كل شيء. يعني هذه راهي تقريبا اذا شئنا بعض ما يجري في باش، لانه مرات اخواننا كاين بعض المدن يقولوا لك ما ظهرتوش المدينة الفلانية او المدينة الفلانية، وهذا سببه كما قلنا اولا لان راكم عارفين الظروف اللي نشتغلوا فيها، احنا ما عندناش امكانيات نتاع تلفزه او نتاع مساعدين كثير او نتاع اعمال كثيره، او يعني راهي العمل راهو مضغوط ومضغوط جدا الشيء اللي رانا نقوموا به يعني. والشيء الاخر احيانا ما يصلناش في الوقت نتيجه لانه يقطعوا الانترنت في بعض الاماكن فما يصلش في الوقت. كانت هذه تيزي وزو، كانت رائعة قوية اليوم في تيزي وزو حتى خارج الكومبيس. عسكرية. حي الله حرار تيزي وزو، حي الله حرار تيزي وزو، حي الله حرار المنطقة ككل، منطقة القبائل. فاسمحوا لي هنا فقط نفتح قوس بسيط. الموقف تاع اخواننا في المنطقة خلى حتى بعض الأحزاب، بعض الأشخاص مثلا بصريح العبارة، يعني بعض الأشخاص داخل الـ FFS كانوا يريدون الذهاب إلى الانتخابات. لولا القاعدة ولولا أيضا بعض القيادات داخل الافافاس اللي ضغطت بشدة، لكان لقيتوا الافافاس ماشي ربما في الانتخابات. طبعا كما قالوا لي كثير من الناس، قالوا في حينها يومها كان سينتهي الافافاس إلى الأبد. الغريب أنه داخل مثلا عندهم واحد يقولوا أنه مستشار
لرئيس الحزب اليوم أو السكرتير الأول أو يقول بأن الشعب الجزائري ما يطالبش بدولة مدنية، وأن أن أن في الحقيقة عبار رمضان قال لا بريموتي دي بوليتيك سير لو ميليتير. يعني كون يقولها واحد مش عارف أنا يقولها جماعة العصابة أتباعهم أذنابهم، لكن يجي واحد يقولها وهو يقول أنا أنتمي لحزب الأفافاس لأسو الزعيم أيت حمد، هي في الحقيقة يعني أكذوبة بهتان رهيب. فأيت حمد وإخوانه اللي في الثورة ثم وإخوانه اللي في الأفافاس ومعركته، أيت حمد خاض 70 سنة من عمره، 70 سنة تقريبا كلها ضد دولة العسكر. في البداية ضد دولة عسكر الاستعمار، ننسوش أن في الحقيقة الاستعمار هو أداروه كبار الجنرالات، هم اللي كانوا يديروا البلاد في الجزائر. أي أن الاستعمار كان عنده حكومة مدنية ووجوه مدنية، لكن القوة الحقيقية كانت في يد الجنرالات الفرنسيس منذ اليوم الأول للغزو إلى آخر لحظات. ولذلك لوغاس يعني فيما بعد حتى خرجت على الجنرال ديكول، واللي خرجوهم عسكريين باش يحتفظوا بالجزائر الفرنسية. إذن فأيت حمد قضى في البداية كم، ربما 30 سنة أو ما يقارب لا مش 30 سنة، 20 سنة، 20 سنة من الاستعمار، من المعركة مع ضد الاستعمار، ضد عساكر الاستعمار. ثم قضى 50 سنة من المعركة ضد عساكر الجزائر حتى وفاته. مع ذلك يخرج واحد من ينتمي يقول أنه ينتمي لفافاس، ويقول لك الحراك يدفني النيبيلوس، ويقول لك أن في الحقيقة عبر رمضان والدعاوي ما كانش من أجل من دولة مدنية، وأن هذه دولة مدنية تعني دولة إسلامية. عجيب. أولا الإسلام هو دين الشعب، لكن مع ذلك الناس ما رايش تتكلم الآن باسم الإسلام أو باسم العلمانية أو باسم المسيحية أو باسم أي أو العروبية، أو مش الناس رايش تتكلم على الحرية، الناس راهي تتكلم على دولة الحق والعدل والقانون، الناس راهي تقول ما الناس تخرج وتقول ما فيش علماني وفيش إسلامي، فيه عصابة تسرق عيناني. في الحقيقة منطقة القبائل علاش يدار حولها مناورات كبرى، وخرجوا الكادياس، وخرجوا أيضا بعض العنصريين اللي يشوفوا ربما أنه جزائر حرة، جزائر مستقلة، جزائر ديمقراطية بحق، جزائر الحق والعدل والقانون ما تساعدهمش، لأنه ما يمثلوش الشعب، ما يعترفش بيهم، يمثلوا عقليات لا علاقة لها بالشعب الجزائري في أي منطقة كان. فهم الآن في تحالف إما مباشر ومعلن، وأحيانا في تحالف سري وخفي. يعني هذا اللي قال مثلا، اللي قال لحراكي ديفيني النيبيلوز، وصلتني أخبار أنه خصوله وجابوه من فرنسا باش يدير لوبينج لعله يقدر يقنع المعارضين داخل حزب الأفافاس اللي معارضين للانتخابات باش ينضموا للانتخابات، لأن عدم وجود أي حزب من المنطقة في هذه الانتخابات يعطيها ضربة قوية جدا. والنظام بالنسبة ليه الRCD كان راه مشتت ومفتت ومنقسم، وسعيد سعد يأخذ حرب ضد محسن بالعباس اللي يريد أن يجعل من الحزب حزب وطني، لكن سعيد سعد دائما بعقلية العنصرية وعقلية الجهوية وعقلية الاستئصال ما خلاش الRCD يتقدم. ونعرفوا أن محسن بالعباس قاموا حتى باستدعائه بأن دايرين له تهمة الآن إلى آخره، في قضية المفروض أنها حلها طبيعي، يعني طبيعة الحال قضية تستاهل أن يتم نقاش فيها، لكن هم لو كان محسن بالعباس مشى معاهم لو كان القضية هذه دفنوها نهائيا، خاصة أن اللي الميت فيها، اللي مات في حادث، هو مغربي، عامل مغربي. طبعا لويزا حنون عارفينها ما تمثلش كثير، وإضافة أيضا عندها انقسامات شديدة في حزبها، وهي رجعت لها المخابرات، رجعت لها الحزب بعد أن كاد أن ينحوه لها، دخلوا جماعة التوفيق اللي عندهم نفوذ داخل السلطة ورجعوا لها الحزب بعد أن طردوها أول أمس بعض العناصر من حزبها.
قالت لهم أنا ذاك كانت المناورة حول لفافاس. المناورة كانت حول لفافاس وجابوا كل الناس اللي يقدروا يأثروا على القيادة على الأفافاس، ولكن القيادة والقاعدة أيضا في الحقيقة استطاعت أنها تخرج بقرار وهو رافض، لأنهم عارفين أن الشارع داخل المنطقة رافض في المطلق، يعني الشارع الجزائري عموما رافض لهذه الانتخابات. لكن في مناطق اللي كانت تعرضت إلى أعمال عنف رهيبة فيه نوع من الخوف، ما زال فيه نوع من الخوف، خاصة اللي تعرضوا إلى أعمال عنف رهيبة في التسعينات، فالبروز والظهور ما هوش كما هو في منطقة القبائل. لذلك لعبوا في الأيام الماضية كل المناورات الممكنة. كانت ضربة كبيرة للكادياس، كانت ضربة كبيرة للاستئصاليين وللكادياس، لأن في الحقيقة منطقة القبائل هي جزء لا يتجزأ من الجزائر، كل الجزائر، مثل ما هي منطقة وهران، مثل ما هي منطقة ورقلة، مثل ما هي منطقة عنابة، مثل ما هي منطقة باتنا أو منطقة بشار أو منطقة تبراس، كل هذا جزء لا يتجزأ من الجزائر. وبذلك الجزائريين في المنطقة، في منطقة القبائل بالذات، يلعبوا دور توحيدي، في حين أن النظام يسعى إلى دور تقسيمي، لأنه الآن إذا مشال هذه الانتخابات وراء اليوم هم يكرروا بلي راهم ماشيين، معناها أنه منطقة كاملة لن تكون مشاركة ولن يكون لها ممثل. وهنا ما نتكلموا على انتخابات مزيفة تاع الرئاسة أو تاع الدستور، أو رانا نتكلموا على ما يفرض أنهم يمثلوا المنطقة. كيف تذهبون إلى انتخابات في حين أن المنطقة لن تكون موجودة، وفي حين أيضا مناطق أخرى طبيعة الحال راح يكون فيها تزوير فقط، لكن منطقة القبائل لن يستطيعون يزوروا. لماذا؟ لأن القبضة الشعبية على الإدارة أو الضغط الشعبي على الإدارة قوي جدا، والكادياس الآن الكابيلة سيرفيس يضعفون أكثر فأكثر فأكثر. كلما ازداد الحراك وتعمق الحراك ازدادت وحدة الجزائريين وتقلصت هامش، تقلص هامش المناورة لدى عملاء العصابة من أي جهة، من أي طرف كان، من أي مكان كان، من أي مدينة كانوا. وبالتالي يقوم الشعب بدور توحيدي للشعب الجزائري، في حين تقوم العصابة بدور التقسيم اللي هو عقلية استعمارية كما نعرف. نروح الآن إلى مدن أخرى، العاصمة. عاصمة كانت قوية، كانت قوية جدا جدا. خلينا نبدأ من بعض، وياليت لو كان تاع قسنطينة أيضا كان فيه، إذا وصلتني أيضا راح نقدموها. يعني ماشي عسكرية، نحيا الجزائر، نحيا الجزائر، كلها مدنية، نحيا الجزائر، نحيا الجزائر، ماشي عسكرية. كانت هذه أيضا خمسين. حي الأحرار العاصمة. كانت هذه أيضا راهم
شعر قوي وقوي جدا، لكن حتى نكونوا منصفين، يعني اللي مؤكد، اللي مؤكد يعني ما فيش مجال للنقاش ولا للشك، هو اغتصاب، تعذيب بالاغتصاب، وليد نقيش. ولذلك خرجت بعدها شعار منظمات المخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. هذا الشعار جاء في القطرة التي أفاضت الغضب تاع الجزائريين بعد حادثة وليد نقيش. ولذلك هنا الإشارة إلى المخابرات الإرهابية، ما قالوش الشرطة مثلا. شرطة نعم كاين تحرشات جنسية، كاين سب وشتم وكفر ووضع يدي وين ما يمكنش، كاين. لكن باش نكونوا منصفين، لحد الآن ما فيش مؤكد أنه تم اغتصاب داخل. هل نحن نعتقد أنه يحدث؟ نعتقد أنه يحدث، لكن ما بيننا نعتقد أنه يحدث وما بين أنه حدث، طبعا هذا لو كان جينا في دولة القانون يكون هناك تحقيق. لكن الشعب الجزائري ما يثيقش في تحقيق. عندنا مثل في الدرجة يقول لك تهلا يا عصاتي في كساتي، يعني حاميها حراميها، يعني يجي هذا وكما يسمى بالنائب العام تاع العاصمة، واحد من كبار المجرمين. أصلا لو كان ما كانش من كبار المجرمين ما يكونش النائب العام تاع العاصمة منصب يفوق نفوذ الوزراء، هذا النائب العام تاع العاصمة، يجي هو يحقق. مهزلة، مهزلة بكل ما تعنيه الكلمة. حتى هذيك الشكليات اللي كانوا يديروها زمان ويجيبوا على أساس أنه أشخاص أو محامين أو يحققوا، مش يديروا فيها. الوكيل النائب العام هو اللي حقق، مسخرة حقيقية يعني. فكان إذن هذا الشعار اليوم أيضا شعار قوي، لكن كان شعارات، مازال كان شعارات أخرى، وكانت مواقف، وكان طوفان كما قيل لي، كان طوفان حقيقي، حشود كبيرة. الفيديو هنا يصور الحشود الهائلة في العاصمة. وكان هذا أنتم تطالبون بهذه وهما يطالبون بالعكس تماما، والصحفيين اللي طالبوا بحريتهم إلا قليل اللي رمع الحراك، البقية يا إما ساكتين وخايفين من الجبن ومن الاسترزاق، أو خارجين عيناني، خارجين لها عيناني طاي طاي كما يقول المثل الشعبي أو العبارة الشعبية مع العصابة. درك نوري لكم بما فيهم هذه الأسوار دالجيري وما يسمى بالإكسبريسيون وما يسمى بهذا العفن كما سماه لابوليتير كما سماها مالك بن نبي. وكان هذا، كان هذا الشعار. Yeah.
60 سنة فرنسية يا ولاد بيجار، حبيناها جزائرية ديجاج ديجاج. 60 سنة فرنسية ولاد بيجار، ولاد بيجار الأصليين، ولاد عندنا ولاد بيجار المزيفين أو الخماسين أو المرتزقة أو العبيد، هذو كاينين، هم عندهم أشكالنا وعندهم أسماواتنا، وعندنا ولاد بيجار الأصليين.